جلسة، هذه جلسة، شوف جلسة رائعة. شوف هنا يجي يفرش يشرب قهوة ويتمنظر من أعلى عليين. يا سلام، جلسة رائعة. لو كان واحد معايا كان صورني وراكم كيف نزلت بصعوبة. صعب صعب النزول، صعب. شوف المنحدر هذا، صعب تنزله. ما هي ملونه الحين، ممكن سهل قريب السفح. في طيور رائعة هنا، في قمر، قمر، قمري. هذا الطير هناك في شجر، ما أدري وش باين ولا ما باينش، أصفر وأسود. وهناك أسود، طيور سوداء وصفرة. أنا نازل من هنا، نازل. بغالك ركب قوية، عضلات قوية، تجي معاك موية والتمر واللتين والاثنين عشان تستريح، تشرب، تاكل. يا الله يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم. دي شجرة يبست، سكن فيها قمر. الحمد لله ما شفت تعابين، تعابين ما في. الحجر زي كده بيكون ساكن فيه التعبان، تعابين. فيها نقط ذهبية، ما أدري وش تبان ولا لا، فيها نقط ذهبية كأنه ذهب أو نحاس. شوف تلمع. أوف أوف أوف، الحمد لله الحمد لله. ها شوف هذه الصخور لميعة. وصلنا للدرج، هذا الدرج، هو زي الدرج بس ما هو درج. شوف يعني نزلنا. يا سلام عليك، نزلنا. شوف هنا جلسة رائعة، جلسة رائعة. طار فيه ناس تيجي هنا تفرش تجلس آخر حلو. شايف؟ يا سلام. أوه، سيارتي هناك. شوف هنا الحجر متنوع، هذا حجر، وهنا جلسات. هناك كنت، ونزلنا الحمد لله، اللهم لك الحمد. وصل السيارة، نشربوا موية. أنا قلت لكم اللي عايز يصعد الجبل لازم يجيب معه الماء، ويجيب معه تين ولا تمر عشان يعرف اللي عطش ولا جاه ياكل. وبعدين لازم حذاء رياضي، او الحذاء صعود الجبل، ولازم عصا او عكاز عشان فيه احيانا بعض الجبال لازم تتكى. هيا نستظل، نستظل تحت الشجرة هذه رائعة. نشوف، ربك ييسر. تعب تعب تعب، مشيت من هنا وطلعت لغاية ما وصلت هناك، الحمد لله.